السلام عليكم مشتركاتي الكريمات، ان شاء الله تكونوا كامل الخير بصحه جيده. اليوم جيت ندير معكم ماسك يخلي اليدين بيضاء وناعمه. نبداو على بركه الله. المكونات اللي نحتاجهم هنا في هنا حنديروا زوج خطوات. الخطوه الاولى هي التقشير والخطوه الثانيه هي الماسك. نبداو على بركه الله. المكونات اللي نحتاجهم في المقشر هنا عندي كميه من الملح يعني اللي تكفيني باش نقشر اليدين تاوعي، والمكون الثاني اللي هو فازلين. انا هنا عندي فازلين تاع جونسون اللي هنا، اي فازلين عند متوفره عندكم. نبدا على بركه الله. هنا خذيت كميه من الملح، نضيف لها كميه من الفازلين ونمزج المكونات، نمزجهم مع بعض. انا مزجهم جيدا. هنا هاو المقشر تاعي صار جاهز. هنا بعد ما مزجت الملح والفازلين تحصلت على هذا المقشر. هذا هو الاول، هذه الخطوه الاولى اللي نديروها. نمر للخطوه الثانيه. واش نحتاج فيها؟ هنا نحتاج عندي مرطب اليدين. انا هنا استعملت صانوناس تاع الليمون. هنا تستعملوا اي مرطب اليدين يستعملوه نتوما. وهنا عندي انا زيت زيتون. اليوم خلاص لي فيتامين او، كنت موالفة نضيف له كبسولات من فيتامين او، يعني هي مليحة بس انا اليوم مش متوفرة عندي، موالفة نديرلها دوك خلاص لي. يعني اللي عندها كبسولات الفيتامين او تقدر تضيف زوج كبسولات. ونحتاج ليغون باش ندير فيه هدية. يما قلت لكم هنا ناخذ كمية من كريم مرطب. انا هنا خذيت مغرفة ونضيف لها مغرفة من زيت الزيتون. واللي ما عندهاش زيت زيتون تقدر دير زيت اللوز الحلو. واللي عندها فيتامين او تزيد فيتامين او. انا اليوم مش متوفر عندي. نمزج المكونات مع بعض حتى يدخل لي الزيت في الكريم المرطب تاعي. هذه الطريقة حتى نحس باللي زيت زيتون تاعي تخلي في الكريم المرطب. هنا قلت لكم كريم مرطب اللي عندكم اللي ما فين تستعملوه. انا هنا متوفر عندي صانوناس تاع الليمون. بهذه الطريقة هنا هاو تخلطي زيت الزيتون مع الكريم المرطب تحصلت على هذا الخليط. هذا الخليط بعد ما نديرو عملية التقشير نشلو يدينا، وبعد ذلك نطبقو هذا الكريم. بعد ما نطبقوه نلبسو القفازات هذو. هذو القفازات ونباتو بيه حتى الصباح باش نغسل اليدين تاعنا. طريقة الاستعمال تاعو، هنا المقشر نستعملوه مرة واحدة في الأسبوع. الكريم نستعملوه يوميا. يوميا نطبقوه على البشرة على اليدين تاعنا ونلبسو ليغون حتى الصباح ونغسلوهم. كان هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا كان عجبكم فيديو تاعي تاع اليوم ديروا لي جيم كالعادة. اذا كنتوا اول مرة تشاهدوا القناة ادعوكم الاشتراك بها، وانتظروا فيديو اخر. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.